بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن السيلياك ارتري. السيلياك ارتري في الهورس. السيلياك ارتري، قبل ما اتكلم عن السيلياك ارتري لازم تعرف الاول السيلياك ارتري جاي منين. فعندي لو جينا بصينا من هنا كده، شايفين الشريان الكبير ده اللي انا دخلت فيه الفورسيبس ده، ده بسميه الابدومينال اورتا. بيبقى ماشي جنبه فين كبير قوي اللي هو ده كده، ده بسميه الكودال فينا كافا، ده بسميه الكودال فينا كافا. يبقى ده الابدومينال اورتا وده الكودال فينا كافا. الابدومينال اورتا ده اللي بيهمني النهارده، لان ده اللي بيدي اول برانش بمجرد ما بيخرج من الاورتيك هايتس عشان يمشي في الابدومين، بيمشي من الاورتيك هايتس من الديافرام عشان يمشي في الابدومين، بمجرد خروجه بيدي السيلياك ارتري. عند برانشات الابدومينال اورتا عباره عن بارايتال برانش، ده راحه لللمبر فيرتبري، والفيسرال برانش دي راحه للاحشاء بتاعه البطن. فعندي اول واحد من الفيسرال اللي هو السيلياك ارتري. السيلياك ارتري ده واحد من البرانشات بتاعه الابدومينال اورتا، بيبقى خارج من الفنترال فيس اوف ابدومينال اورتا. ادي الابدومينال اورتا اهو، بيخرج منه الفنترال فيس اللي هو اول برانش عند اللي هو السيلياك ارتري. السيلياك ارتري اللي انا ماسكه ده، السيلياك ارتري ده الشورت ستيم، بيبقى صغير جدا، بمجرد ما بيطلع ما بيتعداش طوله النص سنتي او سنتي، وبيروح يتقسم لثلاث برانشات كبار. وهم واحد اهو، اكبر واحد في الحجم بتاعه اهو، ده بسميه السبلينك. وسميناه السبلينك انه رايح يمشي بين السبلين والاستومك، والتاني رايح على الاستومك، فبسميه الليفت جاستريك. ده اصغر واحد في الديامتر بتاعنا، ده اللي هو الليفت جاستريك. والتالت رايح للليبر، بسميه الهيباتيك. يبقى انا عندي ده هيباتيك، ده ليفت جاستريك، وده الاسبلينيك. طالعين من مين؟ طالعين من السيلياك ارتري. السيلياك ارتري الاسبلينيك اول ما بيطلع بيمشي هنا كده عشان يمشي يعدي على السقه السيكس، دي السقه السيكس بتاعه الاستومك، بيعدي من عليها. طبعا الكلام ده كله بيبقى متغطى بالبنكرياس، عشان اشوف الارتري ده انا بقطع في البنكرياس عشان اوضح الايه، اوضح الارتري. عشان هو متغطى بالبنكرياس، فاي برانشات طالعه من تحت البنكرياس، في برانشات راحت تغذي البنكرياس اسمها بنكرياتيك برانش. البنكرياتيك برانش مش واضح عندي هنا لان انا قطعت في البنكرياس. نيجي بقى نمشي مع الايه، مع الاسبلينيك. لقينا الاسبلينيك ده بيعدي السقه السيكس زي ما احنا شايفين اهو، وبعدين بيجي يمشي في الجاستروسبلينيك ليجامنت. قلنا الفولدس اللي هنا ديت بين الاسبلين وبين الاستومك بسميها جاستروسبلينيك ليجامنت. فما نسميه ده الاسبلينيك اهو. الاسبلينيك بيجي يعمل ايه؟ بيدي برانشات راحه على الاسبلين، بسميها شورت اسبلينيك. وبرانشات تانية راحة على الاستومك بسميها شورت جاستريك. يبقى انا عندي ادي الاسبلينك ماشي اهو، ادى برانشات داخل الاسبلين هنسميها شورت اسبلينك، وبرانشات تانية راحة على الاستومك بسميها الشورت جاستريك. واحد من الشورت جاستريك اهو، يبقى انا عندي الشورت جاستريك. بعد كده بعد ما الاسبلين بيخلص بيبدا عند الجريتر اومنتوم. الجريتر اومنتوم بعد ما الاسبلينك بيخلص الاسبلين، ادي الاسبلينك اهو، بيكمل كايه بقى؟ بيكمل كليفت جاسترو ايبيبلويك. بنسميه ليفت لانه على الشمال، جاسترو لانه رايح يمشي له علاقه بالاستومك. ايبيبلويك يعني اومنتوم، يعني هو الشريان نهايه الاسبلينك بيمشي في الجريتر اومنتوم، فبسميه الليفت جاسترو ايبيبلويك. ده بيمشي كده في الجريتر اومنتوم، ده انه ماشي في الجريتر اومنتوم عشان هيقابل الرايت اللي طالع من الهيباتيك. يبقى انا عندي قلنا ده الاسبلينيك، ده اول برانش من السيلياك بيدي شورت اسبلينيك شورت جاستريك، وبعد ما الاسبلين بيخلص بيكمل الاسبلينيك كايه؟ كليفت جاسترو ايبيبلويك. تمام. الليفت جاسترو ايبيبلويك ده بيمشي في الجريتر اومنتوم زي ما احنا شايفين، وبعدين بيقابل الرايت هنشوفها كمان شويه مع خارج من الهيباتيك. ده بالنسبه لمين؟ للسبلينيك. نيجي لتاني شريان عندي اللي هو اصغر شريان في الديامتر، اللي هو الشريان ده
ده بسميه ايه ده؟ ده بسميه الليفت جاستريك. ليه سميته ليفت جاستريك ما سميتهوش جاستريك على طول؟ لان في رايت جاستريك هنشوفه دلوقتي. فده الليفت جاستريك. الليفت جاستريك ده بيتقسم لاثنين برانش، بيتقسم ليه فيسرال برانش، فيسرال برانش عند ادي الليفت جاستريك اهو، انقسم لاثنين، واحد فوق واحد تحت. اللي فوق ده احنا ده فيسرال سيرفيس، فده بسميه فيسرال برانش، ده بسميه الفيسرال برانش. واللي نزل تحت ده بسميه الايه؟ البرايتال برانش. يبقى عندي ده كده الفيسرال برانش وده البرايتال برانش. نيجي للفيسرال برانش الاول، هنلاقي الفيسرال برانش بيمشي على الفيسرال سيرفيس وبيمشي بشكل متعرج، بيمشي بشكل فليكسوس تجاه الجريتر كيربيتشر، تجاه الجريتر كيربيتشر اللي هي الحاجات ديت الشكل بتاعها متعرج عشان تروح تقابل الشورت جاستريك عند الجريتر كيربيتشر. ده بالنسبه لمين؟ للفيسرال. بينما البرايتال، البرايتال اهو اللي هو الثاني اللي تحت ده، البرايتال بمجرد ما بيمشي اهو، قبل ما بيروح يمشي على البرايتال سيرفيس بينقسم لواحد صغير قوي اللي هو ده، اللي هو ده كده بسميه الايه؟ ده بسميه الاسوفوجيال، اسوفوجيال برانش اوف برايتال برانش اوف ليفت جاستريك ارتري. الاسوفوجيال برانش الرفيع قوي ده بسميه ايه؟ بسميه اسوفوجيال برانش اللي رايح يعدي من اسوفوجيال هياتس بتاعه الدايفرام عشان يروح يتحد، يخش السوركس ويروح يتحد مع الاسوفوجيال برانش بتاع البرونكو اسوفوجيال ارتري. يبقى ده كده اسمه ايه؟ اسمه اسوفوجيال برانش اوف برايتال برانش اوف ليفت جاستريك. امال ايه اللي انا ماسكه في الاول ده؟ ده البرايتال نفسه، ده البرايتال برانش بتاع الليفت جاستريك، وده الليفت جاستريك نفسه. يبقى انا عندي ده الليفت جاستريك، ده الفيسرال برانش، ده البرايتال برانش. البرايتال برانش هيدي برانش رفيع اهو، رفيع او داخل لتحت، ده بسميه الاسوفوجيال برانش، ده رايح يخش الاسوفوجيال هياتس زي ما قلنا عشان يقابل البرونكو اسوفوجيال ارتري. وده البرايتال برانش اهو هيمشي على البرايتال سيرفيس بتاع الاستومك ويعمل نفس الشكل بتاع الفيسرال اللي هو هيمشي برضه بشكل متعرج على البرايتال ويقابل مين؟ يقابل الشورت جاستريك. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للليفت جاستريك. البرانش الثالث والاخير عندي في السيلياك اسمه هيباتيك، اسمه هيباتيك ارتري. الهيباتيك ارتري ادي البنكرياس اهو، طالما موجود يبقى هتلاقي فيه جزء منه من البنكرياتيك برانش. يبقى ده البنكرياس وادي الهيباتيك طالع منه بنكرياتيك برانش. كل اللي احنا قلناه سواء كان اسبلينيك او ليبت جاستريك بيدي برضه بنكرياتيك برانش، بس احنا ما شفناهمش لان احنا شلنا البنكرياس. ادي جزء من البنكرياس موجود يبقى ده البنكرياتيك برانش بتاعه. بعد كده بيكمل كهيباتيك اهو، بيكمل كهيباتيك ويجي عند منطقه البايلورس، عند منطقه البايلورس بتاعه الاستومك نهايه الاستومك في برانش رفيع اهو، ده بسميه ايه؟ بسميه الرايت جاستريك ارتري، اسمه الرايت جاستريك ارتري او بيسموه بايلوريك ارتري، بايلوريك ارتري. يبقى ده اول برانش يهمنا من الايه؟ من الهيباتيك. بعد كده بعد ما بيدي البرانش ده بيدي الايه؟ بيدي الجاسترو ديودينال، بيدي الجاسترو ديودينال. من اسمه كده جاسترو ديودينال، يبقى هيدي حاجه للجاستريك وحاجه للديودينم. اللي ماشي رايح للجاستريك اللي هو ده رايح يعدي اهو معدي البايلورس او معدي الديودينم ورايح يروح فين؟ يروح يمشي في الجريتر اومنتوم. يبقى ده هنسميه ايه؟ هنسميه رايت جاسترو ايبيبلويك. احنا خدنا الاسم ده من شويه بس كان لف اللي هو طالع من الاسبرينيك، وان النبت ده طالع من اليمه اليمين من الهيباتيك او من الجاسترو ديودينم بتاع الهيباتيك، بسميه ايه؟ رايت جاسترو ايبيبلويك. الرايت جاسترو ايبيبلويك ده ماشي في الجريتر اومنتوم اللي هو ده اهو عشان يقابل مين؟ عشان يقابل لي الليفت جاسترو ايبيبلويك، عشان يقابل لي الليفت جاسترو ايبيبلويك بتاع الايه؟ بتاع الاسبلينيك. يبقى انا عندي ده الهيباتيك، ده رايت جاستريك، دول على بعض جاسترو ديودينال، انقسم لاثنين اهو، واحد اهو ده الرايت جاسترو ايبيبلويك وده اللي اسمه ايه؟ كرينيال بنكرياتيكو ديودينال، كرينيال بنكرياتيكو ديودينال. يبقى عندي ده رايت جاسترو ايبيبلويك، ده كرينيال بنكرياتيكو ديودينال، طالعين بكون من ستيم اسمهم ايه؟ الجاسترو ديودينال ارتري او الجاسترو ديودينال ترانك. الجاسترو ديودينال ترانك اتقسمت لرايت جاسترو ايبيبلويك هتمشي في الجريتر اومنتوم، هيباتيك اهو الهيباتيك ادى الرايت جاستريك
او البايلوريك ارتري وده الجاستروديودينال، ممكن تطلع في كومن ترانك وممكن كل الاثنين يطلعوا من كومن ستيم. ده بسميه طالع من الجاستروديودينال لرايت جاسترو اوبليوك اهو وماشي في الجريتر اومنتوم عشان يقابل الليفت جاسترو اوبليوك بتاع الاسبلين. والبرانش الثاني من الجاستروديودينال اللي هو ده رايح للديودينم والبنكرياس، بسميه ايه؟ كرينيال بنكرياتكو ديودينال. كرينيال بنكرياتكو ديودينال. يبقى انا عندي ده هيباتيك، ده رايت جاستريك، ده على بعضه جاسترو ديودينال رايت جاسترو بابلوك وكرينيال بنكرياتكو ديودينال. بعد ما بيدي البرانشات دي كلها الهيباتيك، الهيباتيك نفسه اللي هو ده اهو دخل فين بقى؟ هيخش جوه البورتا هيباتس، المكان اللي احنا قلنا عليه في الفيسرال سيرفيس، وبيتوزع ويتقسم لرايت هيباتيك وليفت هيباتيك. فانا عندي ادي العينه اهي، لو قلبناها اهي كده ادي البورتا هيباتس اهي، ادي الهيباتيك انقسم لاثنين، واحد يمين واحد شمال، واحد رايت واحد ليفت، والمكان اللي ماشي فيه ده اسمها الايه؟ البورتا هيباتس. يبقى عندي ده الرايت هيباتيك ارتري وده كده الليفت هيباتيك ارتري، الليفت هيباتيك ارتري. المفروض بقى نفتح هنا كده ونشوف الايه؟ الميجور ديودينال بابيلا، البايل داكت او الميجور بنكرياتيك داكت بتفتح على الديودينال بابيلا اسمها الميجور ديودينال بابيلا، هنفتحها ونوريها لكم بعد كده. خلاص؟ ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للسيليك، بالنسبه للسيليك. نعيدهم بسرعه كده تاني من غير شرح او من غير كلام، جاست نيم. قلنا ده السيليك، سيليك، اسبلينك، ليفت جاستريك، هيباتيك. اسبلينك ادى شورت جاستريك، شورت اسبلينك تاكل على الاسبرين، خلص الاسبرين بقى اسمه ليفت جاسترو اوبليوك، ليفت جاسترو اوبليوك داخل على الايه؟ على الجريتر اومنتوم. بعد كده الليفت جاستريك ادى فيسرال برانش بينتهي بشكل فليكسوس وبرايتال برانش اللي تحت. البرايتال طلع منه مين؟ طلع منه الاسوفيجيال برانش، طلع منه الاسوفيجيال برانش. بعد كده الهيباتيك ده البنكرياس، طلع منه بنكرياتيك بيكمل كهيباتيك، يجي ادي الرايت جاستريك جاسترو ديودينال، جاسترو ديودينال انقسم لرايت جاسترو بلوك وكرينيال بنكرياتيكو ديودينال. الرايت جاسترو بلوك هيقابل الليفت جاسترو بلوك في الجريتر اومنتوم، والكرينيال بنكرياتيكو ديودينال بيروح للديودينم والبنكرياس وبيقابل الكود البنكرياتيكو ديودينال بتاع الكرينيال ميزنتريك. وبعدين بعد ما بده كل الهيباتيك بيخش جوه البورتا هيباتس بينسم لرايت هيباتيك وليفت هيباتيك، رايت هيباتيك وليفت هيباتيك. كده يبقى احنا خلصنا مين؟ خلصنا السيرياك ارتري.